وسهلا فيكم مشاهدينا بيوم جديد وطبق جديد من طبقنا طبق رمضان. اليوم كمان طبقنا جديد رح يكون عليكم الشيف عماد رح يقدم لنا اليوم أكلة أو طبخة جديدة، وإن شاء الله يا رب تكون طريقة تحضيرها كمان سهلة مثل الطبخات التانية، وكمان أنتم تستفيدوا منها، وخاصة ستات البيوت اللي حاليا قبل الفطور قاعدين بالبيت وحابين بفكروا حاليا شو طبخوا اليوم شو بيقدموا اليوم. مرحبا الشيف عماد. أهلا بوستا. أنت اليوم رح تقدم لنا يعني طبق جديد اتوقع انا سمعاني به فروج محشي، بس صدر محشي لسه انا ما بعرف طريقته. يعني هذا صدر المحشي طريقه جدا جميله، ويقدرون الناس يعني بمجرد اللي يتابع هاي الحلقه ثاني يوم راح يسوي، لانه حلقه جميله جدا، طبق جميل جدا. يعني اليوم طبقنا هو صدر محشي، صدر دجاج راح نفتحه بسكين وندقق شويه نفتحه، وراح نحشي نخلي به فطر ونخلي به شويه لحم، وراح نحمسه بالزيت، وراها راح اكو حلق يعني هي ورا ما نخلي بالزيت وبطه، وهذا راح نخليه بعد بالفرن وجبن، وهاي راح تشوفون طريقه هي جدا جميله. تمام، اليوم راح ناكل صدر فروج محشي مثل ما بتقول. ان شاء الله. تمام، وانا بحب هيك شيء شغلات. بالبدايه انت شو راح تعمل؟ هذا صدر دجاج نفتحه بهي الطريقه، نحاول ما نسوي يعني ظروف كبير. بس هيك انه جواتها نفتح، بس انه ما يكون الفتحة كبيرة كتير. ايه هذا تمام. طبعا نخلي طاوع النار اول شيء، راح نقطع الفطر. طبعا هي الحشوه حسب الرغبه، اللي يحب يخلي فطر، اللي يحب يخلي مثلا بطاطا، اللي يحب. احنا نسوي فطر ولحم مفروم يتجانسون يعني ويا بعضهم يطلع نكهه طيب، وخاصه يعني بالدجاج. تمام. هذا الدجاج راح اذا نقدر شويه يعني حتى ما ينجرح، هاي الصوره اللي تشوفون دقوا شويه. هو كمان طريقه انه يستوي اكثر اذا دقينا، يمكن هو راح يستوي لانه هو راح نسويه هنا وراح نسويه بالفرن. هاي دقينا بس من باب الاحتياط. هذا الفطر نخليه هنا بدون اي تتبيله، نحشي فيه التتبيله الفطر. راح نخليها بعد يعني ورا ما نخلي هاي. اوكي، خلينا فطر اول شيء. الصراحة نسوي اللحم، لحم مفروم. هات لحم مفروم. طبعا ما بعرف اذا لحم فيه تتبيله متبل ولا ملح او هيك شيء. اللحم بيه تتبيله، احنا مسويين بيه تتبيله، مخليين بيه ملح وفلفل اسود قليل يعني، بس شيء قليل. اوكي، ملح وفلفل اسود شيء قليل هو تتبيله اللحم. صحيح. احنا ما نقدر نخلي هواية حتى الدجاج ما ينجرح. بس اذا قدرت تحطين زيت. الزيت تفضل، كمية الزيت قليلة لأنه هي بس مجرد تحميص. إيه بس تقدر حمص. لأنه أنت راح تحطها بالفرن بعدين. عندنا هذا السيلفون نسوي حتى ما ينفتح الصدر أثناء القضي. عشان ما ينفتح والحشو الموجود فيه والحشوة الفطر اللي موجودين فيه ما بيطلعوا، يكون موجودين جوا الصدر.
بين الأخ مين كمال. هلا صار فيك إنه تقليها بيكون كمان حمص زيت. راح نخلي شوي ملح الصدر. بس الملح ما تحط. نخلي هذا كاري شوي. كاري طعم طيب. أيوه. بتغير لونه كمان شوي. راح نخليه بالزيت. طبعا هي طريقة سهلة وطريقة حلوة أتوقع رح تكون شهية كمان. صحيح. هلا شو رح تعمل جنبها شيف عماد؟ هي تعتبر أكلة رئيسية مبينة إنه إنه طبخة يعني فيها تقول طبق أساسي هو. صحيح. بس يعني إذا ست البيت فترة رمضان لازم إنه تعمل معها جنبها شيء رأيك أنت شو تعمل هي؟ راح نسوي يعني ممكن نسوي سلطة زيتون. هاي سلطة زيتون. سلطة زيتون. طيب تنوصفي. طبعا الناس صيام ما يقدرون يسوون كل انواع سلطات يعني يكون انواع سلطات صعبه ما يقدرون يسووها صح يعني مثل هذا الزيتون هو جاهز ما تخلين به غير معدنوس وتخلين به بصل وطماطه يعني شغله جدا سهله هسه هذا الزيتون كمان راح نفرغه راح نقطع هسه بصل تنطينا بصل زي بصل نكفي بصله وحده ايه وحده كبيره نص واحد كذا تنطينا شويه معدنوس سمينا نحتاج معدنوس ونحتاج طماطم قطعة هي بصل معناته سلطه الزيتون فينا نقول بصل وكمان البقدونس والطماطم طبعا تقطيع يكون ناعم طبعا السلطات في منهم تقطيعهم بيكونوا ناعم في منهم تقطيعهم بيكون خشن صح حسب نوع السلطه هنا هاي الطماطم كفي هاي الطماطم؟ ايه بتكفي وحده بتكفي تمام راح نقطع معدنوس طبعا قد ما كانت الخضرة اكثر اكيد بتكون احسن سلطات هي مهمة كثير مثل ما حكينا كمان ست البيت ما فيها تعمل مثلا طبق تمن جنب هاد بيرهم ليش ما بيرهم؟ بيرهم كمان طبق تعمل شوربة طبعا هي ضرورية بشكل يومي انه تعمل شوربة شوي حمص هاي مشان انه جوا كمان يستوي ايه احنا ما راح ندخلها بالفرن بس هم هاي للتاكيد احسن طعم وانه شوي لا تستوي من جوا كمان السلطة مكملت بس نريد نتبلها يلا كمان صارت جاهزة السلطة فينا نقول طبعا السلطة حاليا ما رح نتبلها لبين ما تستوي يستوي الدجاج نشوفه نريد نباوع الدجاج ما نريد نعوفه الدجاج قد ايه لازم تضل على النار تقريبا هاي هسه نشوف ما هي احنا راح نقطعها ان شاء الله قبل هذا طبعاً اللي بيحبوا صدر الفروج واللي بيحبوا الفطر أتوقع هاي رح تكون مناسبة لإلهم هيك طبخة
صارت تقريبا حمراء شيف عماد، بس اكيد يعني شوي لسه ما لها مستويه بشكل كامل. هاي يقول استان هاي راح نقطعها بهاي الطريقه، يعني نقطعها اشياء وراح نخليها بهذا طبق الفرن. ايه راح نخليها هنا نخلي فوقها شويه جبن نخليه بالفرن بين ما يعني هي هم تستوي، اذا باقي شيء ما مستوي بيها راح يستوي والجبن راح يتحمص فوقها راح يصير منظر جميل جدا. حلو. انت راح تشوفيها بالاخير تقولين عاشت ايدك يعني حلوه طلعت. ان شاء الله. هو هيك اكلات ما لها دسمه كثير وبتكون شهيه باعتبار صدر الفروج ما فيه دسم، مو كثير دسم. صح. ولا الفطر شويه لحم ما بيأثر، يعني الجبن كمان ما له دسم، يعني هي خفيفه، وجبه خفيفه فينا نقول. هسه راح نطلع الدجاج نقطعه ونخليه بهذا الطبق. طبعا البويضة طبعا. لما نشوف درجة الحرارة. شوف عماد بتحط الفرن صح؟ يعني انه بتحط زيت للطبق ولا ما في داعي؟ لا ما يحتاج، هو بزيت راح هو راح يذب زيت عليه. وهذا تيفال ما يعني ما يلزق، ما واحد يخاف. إذا حطيناه بالفرن يعني قد ايه لازم يضل بالفرن؟ يعني تقريبا كم دقيقة؟ هسه احنا من نقطع دجاج راح نعرف إذا الدجاج يعني هو الدجاج هسه مستوي، يعني ممكن يحتاج شوية من جوا هذا. راح يحتاج له بالفرن يعني بين 5 دقائق و 6 دقائق مو أكثر. مو أكثر تمام. عادة فينا نعتبرها كمان هي أكلة سريعة وما بتحتاج وقت كثير. صحيح، احنا أكلاتنا يعني ما بيها صعوبة، احنا قلنا ما فيها لا صعوبة ولا وقت كمان. برمضان احنا بنسوي أكلات دسمة مثل ما وعدنا الناس، أكلات دسمة ووقت ما يحتاجون هواية، بطريقة خفيفة وظريفة. ايه. كمان طبعا نحن نحاول قدر الإمكان أنه ست البيت ما تتعذب المطبخ، تحاول كمان أنه بوقت قصير تخلص. هي هي طريقة التقطيع. طبعا هو بالفرن راح يستوي يصير زين، يعني هسه بعد يحتاج له من جوا ما يستوي زين. تمام، هو بالفرن طبعا هذا لانه هو حواليه استوى بس لسه بده وقت شوي. شوف عماد هيك بيكون قريبين من بعض ولا؟ ايه راح نفتحهم حتى النار يطب بيناتهم. تمام. وبالنسبة للحرارة يعني بالطاوة احنا نقدر نسويه بالطاوة بالزيت يعني على نار ناصية هو يستوي. احنا سوينا على نار عالية لانه احنا عندنا بعد فرن وراه راح نخليه بالفرن حتى ما نريد يصير يابس. تمام. هلا شو اللي راح نحط عليه؟ راح نخلي جبن. يعني اول شيء نخليه بالنار شوية وبعدين راح نضيف الجبن، يعني هو الجبن بس ما نضيف اي خضرة او هيك شيء؟ لا ما نضيف، ما في داعي. لا هلا حاليا هيك راح نحطه بالفرن؟ راح نخليه بالفرن. قد ايه المدة لازم يكون بالفرن تقريبا؟ مدة قبل يعني ما نضيف الجبن عليها؟ بعد فت 5 دقائق لاخر 4 دقائق راح نخلي راح نطلعه ونخلي فوقه جبن. الجبن هم يحتاج تقريبا 3-4 دقائق لاخر، يعني يصير يستوي يصير زين ان شاء الله. يعني هلا فينا نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية لبين ما يستوي اللحم او صدر الفروج ان شاء الله. طيب مشاهدينا طبعا لنرجع كمان للشيف عماد ونعرف الطريقة ونحط عليها الجبن، خلينا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع. ترى احنا كامهات وكاباء منتبهين انه اكو عادات سلبيه متعودين عليها اولادنا يوميا، وبعدين هم عندهم يعني جروبات على الواتساب وعلى الفايبر وكلهم عندهم فيس بتليفوناتهم. بس مو الجروبات ما تخليني وريت لي انت صرت كبيره. ماذا لو كنت انت ايها الاب او انت ايتها الام لديكم بعض الصفات السلبيه او بعض الممارسات الخاطئه، ماذا تتوقعون من الابناء غير انهم سيقلدونكم؟ انا حبيت ادخل حالي حال ابويا واخويا واصدقاء اخويا الكبار، يعني عشان ما
ليش راح احط مكياج وأني كبيرة؟ هل نعرف أثر الدلال على نفسية الطفل وعلى شخصية الطفل وبنية الطفل؟ دخلت للمول وشفت كل أشياء طيبة، وبابا دائما ينطيني فلوس مصروف عالي، هالمرة ما انطاني. هل في يوم من الأيام فكرنا إن هذا العدو نحن من فتحنا له الأبواب، ونحن من سمحنا لإبنائنا أن يتلقون منه تلك الأفكار السلبية؟ رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل لنشوف أكلة الصدر المحشي. باعتبار صدر المحشي اليوم هي أكلة خفيفة، وحاولوا قدر الإمكان تتعلموها، هي خفيفة وطريقة بسيطة كمان وما بتحتاج لوقت وما فيها كتير من الدهون. مع السلطة ومع الشوربة أكيد رح تطلع وجبة شهية كتير على الفطور، خاصة ست البيت أحيانا مثل ما قلنا أنه هي أحيانا محتارة شو يعني أنه تطبخ اليوم، فهي لما بتطبخ أشياء غريبة وأشياء تكون يعني خفيفة بنفس الوقت اكيد راح تكون على الفطور شهيه. شوف عماد ما بعرف اذا استوى الفروج ولا لا. الدجاج استوى، هسه راح نطلعه ونخليه فوقه الجبن. هلا الدجاج صار مستوي. استوى الدجاج هسه صار جاهز مثل ما تشوفون. قول استنى هلا بنحط فوق الجبن، راح نخلي الجبن فوقه. الجبن طبعا هي حارة وكمان حط عليها الجبن، اكيد الجبن رح يذوب. صحيح، وراح نرجع بعد على الفرن يتحمص يعني. ما عدا الجبن شوف عماد ما رح تحط شيء ثاني عليه ولا يكفي بس الجبن؟ لا هو هذا طريقة ماله هي هيك ما يصير. هي طريقة خفيفة واكلة جديدة كمان. احنا حابين نتعلم الاكلات الجديدة يعني كل فترة هيك أطباق نتعلم شوي، سواء كانت غربية شرقية. بس هاي راح نخليها راحة تستوي. قد راح تضل بالفرن هالمرة؟ يعني بين نسوي زلاطة ونكملها هي تكون جاهزة. تكون جاهزة. راح نخلي التوابل. طبعا سلطة الزيتون احنا نخلي وياها فلفل أسود شوية. بس شوية مشان الخضروات. نخلي فلفل أسود شوية ملح ونخلي سماق. بس اعتبار الزيتون موجود هون. هاي ملح، راح نخلي سماق. بدنا ناسي. إذا فينا وصلت الزيتون ما بده شيء، ما بده غير ملح وفلفل أسود وسماق. إيه وزيت والحامض. تمام، الحامض طبعاً ضروري مع السلطة ومع ال. صحيح. كمان الشوربة، إحنا مستخدم الحامض كتير. هذا زيت الكافي. حامض نقدر نقطعه تقطيع يعني بهاي السلطة، راح نخلي كله كامل حتى الناس هم يعرفون. إحنا قلنا بسابق الحلقات. الحامض جيت ما تقدرون يعني على الأقل بين الأسبوع والآخر تأكلون يعني حامض، هو والقشر مالته هو مفيد للصحة. مشكلة القشر مالته ما بيتاكل شيف عماد، هو كتير مر. صحيح هو مر بس يعني الفوائد. بفوائد يعني شيء قليل اللي يحطوه بالسلطة ما يحسوا فيه، ما يحسوا بالطعم المر الموجود فيه. إيه يعني دا أقولهم يأكلون يعني قشر بالاسبوع مره واحده، انا يوميا اكل واحد او اثنين يعني. يوميا بتاكل؟ اي صحيح. بيعجبك طعم المر؟ مو على مود المر يعني، هو مفيد للصحه اكيد. اغلب الفواكه بيقولوا انه قشره يعني كمان هو مفيد وفيه فيتامينات. هاي صورتكم راح نخلطها. خلينا سماق وخلينا فلفل اسود وملح وحامض وزيت وزيتون وبصل وطماطه ومعدنوس. هاي اسمها سلطه زيتون. ايه سلطه الزيتون.
احنا كل يوم انت كل يوم عم تعمل لنا سلطه شكل صحيح احنا مره زيتون مره ذره مره ايه. وانت مثل ما تشوفين احنا بهالايام بدنا نسوي اكثر شيء الاكلات السريعه يعني السلطات يعني المعلبات اكثر شيء المعلبات ما بيها تعب ست البيت تشتري مثلا قطعه زيتون تسوي بيها تخلي بيها بصل شويه وطماطم شويه ومعدنوس هاي كملت نفس الحاله بالذره والسلطات العاديه التقليديه القديمه كمان شيء تطلع من يعني انه اكيد ملت من هذا الموضوع تحاول انه كمان تجدد بنوع السلطات صحيح. تعمل اشياء مثلا غريبه شوي ساز جبن زبل يعني بس يحتاج يتحمص شويه فينا نحطه بطبق السلطه راح نخليه بطبق طبعا اليوم وجبتنا غريبه شوي وكمان خفيفه وسهله بنفس الوقت ما بتحتاج وقت يعني حتى الالوان مالها يعني صارت حلوه هواي اسود وابيض واحمر واصفر تمام هلا السلطه حتى لونها تغير يعني إيه فعلا انه هي هيك طريقتها انه اي الخضره اللي نحن دائما ندمجها مع بعض وهيك مشكله يصير بتصير حتى منظرها حلو وجماليه بتعطيها هيك شهيه بتفتح الشهيه والزيت هم ياثر يعني الزيت ينطي لمعان ينطي هذا كل شيء يعني هلا هو اتوقع ما بده زينه ما بده زينه هذا الطبق هو ابدا لانه هو طبق زينه هو طبق كله زينه صحيح هلا بنرجع على شوف الجبن شو صار بعد يحتاج له شويه وقت راح بين ما نحضر له الطبق وهاي هو يكون جاهز هو بده زينه كمان شوف عماد انت كيف يعني حتزينه راح نخليه وياه شويه معدنوس هذا نسوي فد ديكور حلو يعني نقدر نسوي فد ورده بالنص مع الخيار ايه او مع الطماطه الخيار نسوي الطماطم الورد كمان نسوي خيار نسوي بها طريقة نسوي بها طريقة طبعا طرق الزينة كمان عندك هي كتيرة دائما عم تطلع لنا كم طريقة حلوة اكيد ست البيت بتحب تعمل هيك شيء وخاصه لما بصير يكون عندها عزيمه او هيك شيء فبحب بتحب انه الطاوله او الميز يكون عندها هيك متنوع احلى يعني ايوه احلى شكله حلو شكل الاكلات عليه مزينه بشكل جميل هيك صار جاهزة هلا بيكون كمان الصدر الفروج او الصدر المحشي صار جاهز ستحمص بس صار جاهز صار جاهز هلا الجبنة حتى عطتها هيك جمالية ايه صحيح اكيد منظرها حلو ان شاء الله اكيد رح يكون شهي كمان هي بطريقة حلوة كمان تحطها حوالي الطبق حوالي الطبق
هلا صار جاهز فينا الطبق هون. صار جاهز طبعا الطبق صار جاهز والطبق صار يعني منظره كمان حلو صحيح الجبن ينطي طعم وينطي نكهه خاصه ويا الدجاج او اللحوم او البيض هذا جبن الموزاريلا حاولوا تستخدموه اعزائي المشاهدين يعني هو يدخل بهوايه انواع من الاكل طبعا الشيف عماد اليوم قدمنا طبق جديد وطبق صحيح. سهل كتير وبنصح ست البيت اليوم انه تطبخه وهي ما بدها وقت كتير هي اكيد يعني اكيد راح تسوي باكر احنا قلنا معها وقت لتساوي لانه صحيح. ما بدها وقت كتير يعني صحيح. فشكرا لك الشيف عماد على طبعا السلطه وكمان هذا الطبق الجديد وان شاء الله بحلقات قادمه كمان بدنا اطباق هيك جديده وسريعه ان شاء الله شكرا لك مشاهدينا ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتم واستمتعتم خلونا كمان بطبق ثاني بكره الى اللقاء